بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 8/5/2022 وتعالوا نشوفوا العزب اللحم في سوق دمنهور اسعاره ايه النهارده. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. تعرفوا باسمك يا معلمي؟ الحاج ابراهيم النعماني يا باشا. معلم ابراهيم النعماني ابو حمص. ابو حمص وتجار ابو حمص. الاعمار قد ايه يا حاج ابراهيم؟ سنتين الا شويه كده. سنتين الا شويه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله اكبر. كسرين حياه ولا لبانه يا حاج ابراهيم؟ مفلقين الكسران. مفلقين الكسران، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. سعرهم على بعض يا حاج ابراهيم ولا كل واحده لوحدها؟ كل واحده لوحدها يا باشا. طب دي عامله كام الاولانيه دي؟ والله دولت شراه والحاج اشرف راضي، بس انا عارف ثمنهم هسميهم. حبيبي. تعالى هنا عندي والله صوره بالله عليك. حاضر. اخويا وحبيبي والله. حبيبي. الحاج اشرف راضي. الحاج اشرف راضي، الله يبارك لك يا حاج. بسم الله ما شاء الله. قاعد فين يا عم اشرف؟ كفر الدوار. كفر الدوار وتجار كفر الدوار، الناس المحترمه. اسعار اللحم النهارده يا حاج اشرف؟ لا حلو. الدكر بكام كده قايم يعني؟ 70. والنتايه؟ مفيش نتايه مزال. مفيش نتايه مزال، الله يبارك لك. بيع وشري، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على يا جماعه. الله اكبر. يعني شغال في اللحم على طول يا حاج اشرف؟ الله يبارك لك. طب ممكن رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاك؟ 012 800 5 9 4 4 8. الله يبارك لك يا حاج اشرف. حبيبي والله الحاج اشرف راضي. راجل محترم يا حاج الحاج اشرف، الله يبارك له. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. تحت امرك. الله يبارك لك. عاملين كام يا حاج اشرف دول؟ دولت عاملين 36,000. 36,000 18 و18، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. العجم اللحم النهارده في سوق دمنهور، الله اكبر. اللهم صل، يعني مشوا تحيه العيد يا حاج اشرف علي. ايوه بسم الله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله اكبر على المال يا جماعه. 36,000، بسم الله ما شاء الله، يعني 18 و18. الله اكبر. لك صوره حلوه. اللهم صل على النبي. ابو راضي برضه. حبيبي. معلم محمد بدر. حبيبي شغال في اللحمه معلم محمد. ايوه. حبيبي ماشي كامل كيلو النهارده. قايم كده. 70 الدكر. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. الله اكبر. شاكرين يا حاج اشرف. صباحك ابيض. معاكم دي؟ اه. بسم الله ما شاء الله. كسره حيه ولا لباني؟ لباني. عامله كام؟ من بعد بكام؟ 21,000. 21,000، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. 21,000، يعني تيجي قدم زنقان كده. تقريبا 350، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. 21,000 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللحم النار. قاعد فين يا حاج محمد؟ كفر الدوار عند كبرى هوية. كفر الدوار برضه تبع الحاج اشرف. الله يبارك لك يا حاج، صباحك ابيض. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. شكرين يا حاج اشرف، نارك ابد ان شاء الله، الله يبارك لك. اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا معلمي. السلام عليكم. كل سنه وانت طيب. تاجر ولا قلناه؟ لا انا تاجر. تاجر، الله يبارك لك. منين يا معلمي؟ انا من نديب، من الشراوه قبل نديب. الشراوه قبل نديب، الله يبارك لك. تعرفوا باسمك طيب؟ اسمي هاني يوسف. معلم هاني يوسف، الله يبارك. شغال في اللحمه معلم هاني على طول؟ اه ان شاء الله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. كسر حي يا معلم هاني؟ كسر حي ولا لباني؟ لا لباني. اللهم صل على النبي. لباني يا جماعه ما كسرتش، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على عجم اللحم النهارده في سوق دمنهور، الله اكبر. عامله قد ايه يا معلم هاني والله؟ عامله كام؟ لسه على الله. لسه. الله يبارك لك. على الله. طب بس انت عارف طبعا انت من؟ ما اكيد يعني والله. طب يعني تعمل كام؟ يعني بتعمل كام النهارده؟ يعني حاجه زي كده يا معلم. عشر. دي اتعرك عواسس. طلعت عشر يعني؟ طلعت عشر. طلعت عشر، الله يبارك لك. يعني شارين على اسم لحم وطلعت عشر. لازم تقيسوا الحيه برضه قبل ما تبيعوا. عشان تبيع يوم. الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. يعني عشان انا بذبح لله. ايوه عشان حرام. طب عامله كام العشر دي؟ ممكن واحد برضه يخش. ممكن شار اللحم. ما نعرفوش احنا شار اللحم. ممكن نقول لك شار اللحم. طب كانت عامله كام لحم طيب؟ هي دي عامله 21. 21 لحم. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك. طب معاك رقم تليفون يا معلمي لو حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ والله بقى تليفون الحاج فتحي. ماشي يا صاحبي.
نارك ابد ان شاء الله. يا عبد اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا معلمي. كل سنه حضرتك طيب. الله يبارك لك. تاجر ولا جناح؟ لا تاجر يا معلم. منين يا معلمي؟ من حوش عيسى. حوش عيسى وتجار حوش عيسى الناس المحترمين. ما تعرفناش على اسمك. الحاج جمعه زايد. المعلم جمعه زايد الله يبارك لك. لحم ده يا معلمي؟ ايوه لحم يا فندم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عمر قد ايه يا عم جمعه؟ عمري سنه وثمان شهور. سنه وثمان شهور اللهم صل على النبي. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. كسره حيه ولا لباني؟ لا لباني لسه. الله يبارك لك. عامله كام يا عم جمعه؟ دي ب 13600. 13600 بسم الله ما شاء الله. 13600 الله اكبر. سعرك رخيص ليه يا عم جمعه؟ معلش وانا كده يعني انا بخش على مزارع وبتاع والناس اللي علف غالي وبتاع فايه السوق يعني العمل تعبان شويه. الله يبارك لك. بقى عاوزين نسلكه خلاص وبالعداله وبنحبوا العداله. الله يبارك لك يا عم جمعه. بسم الله ما شاء الله. بنحبوا العداله. الله يبارك لك. يعني شغال في اللحمه على طول لو حد عايز حاجه يتواصل معاه. طب ادينا رقمك يا معلم. رقمك يا عم جمعه. رقمك كام يا حول؟ رقم عم جمعة 010 93 24 79 53 اي حد يتواصل معك يا عم جمعة؟ اي حد يتواصل معي عند المزرعة وشغال وتمام الله يبارك لك يا معلمي. ماشي بكده ماشي برضه عشان العلف واسعار العلف اللي الله يبارك لك يا عم جمعة. عوض على الله يعني. كله ربنا يستر يا حاج. 13700 عليك العوض. الله يبارك لك يا عم جمعة. 13700 الله يبارك لك. قاعد تحوش عيسى نفسها يا عم جمعة؟ عيسى يا فندم. الله يبارك مشكرين عم جمعه سبعك ابيض ان شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. اي تجار عندها عروض باسعار بمهرد الله تتواصل معنا على قناه المواشي اليوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر والى اللقاء يا خير الاصدقاء.